السلام عليكم إخواني المتابعين أوفياء الكرام داخل أرض الوطن وخارجه، أحييكم وأجدد بكم اللقاء في حلقة أخرى من حلقات قضايا الدرك الملكي. الحلقة دي اليوم حلقة فيها القتل. كان واحد النهار تلقات تقريبا مع شي 3 د العشية، تلقى المركز واحد المكالمة هاتفية، المفاد ديالها اش كيقولوا فيها؟ واحد عيط للابريكاد قال ليه راه واحد راه لقيتو هنايا. وشكون اللي عيط؟ عيط واحد العساس ديال واحد الشركة ديال واحد المعمل، هو اللي عيط قال لك راه حدا الباب فين كان نعس هنايا تحت شي زيتون شي شجر ديال الزيتون قريب لذاك داك داك لوزين، راه كاينه فيه الجثة ديال واحد السيد، واش ميت واش حي الله اعلم. مجرد ديال التلقي ديال مجرد ما تلقاو تلقى ديك المكالمه، الجندات واحد الدوريه ديال 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 الجدارميه مشاو للبلاصه باش يوقفوا على الحقيقه ديال داكشي اللي قال لهم داك السيد. مشاو تما ملي وصلوا تلقاو فعلا واحد السيد مضروب في الراس ديالو، وحداه قريب للراس ديالو واحد الحجره، هذيك الحجره كان فيها اثار ديال الدم، والسيد مازال ما ميتش، بين الحياه والموت مازال كيتنفس ولكن في غيبوبه، وما يمكنش يعطي شي معطى ولا يعطي شي تصريحات ولا، حق السيد في غيبوبه، تضرب للراس، عرفوا الضربه ديال الراس صعيبه. هنا دارت اجراءات قانونيه، محضر ديال المعاينه ديال المسائل ديال 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 القضيه، تحجزات ديك الحجره لحقاش ممكن تكون اداه جريمه. وهنا كان الجثه، هنا باش نوضح شي مسائل، الجثه تحت واحد الشجره ما تقدرش تجزم واش قتل ولا داك السيد طلع فوق الشجره وطاح على ديك الحجره، لحقاش الحجره كانت حدا الراس ديالو وكانت فيها الدم. يعني كاين جوج احتمالات، يا يمكن هذاك السيد مقتول، يمكن ذاك السيد طلع الشجره وطاح على ديك الحجره ومات. هنا كاين كما قلت لكم القضيه مفتوحه على جوج احتمالات، ما يمكنش تبنى شي واحد شي احتمال منهم، يعني خصك تبحث في القضيه باش تعرف. السيد بين الموت والحياه وفي حاله غيبوبه، ما دلا حتى شي تصريح، دارت الاجراءات القانونيه، هو عيطوا تم لا سميتو الاتصال بالاعوان ديال السلطه المحليه اللي كاينين تما، المقدمين والشيوخ جاو شافوه، حتى واحد ما عرفو، قال لك اودي هذا براني راه كيخدم الفلاحه، ولكن ما عارفينش سميتو الهويه ديالو، واش سميت با سميت مو، والناس لحقاش ماشي من ابناء المنطقه، غريب على المنطقه. هنا قضيه تطعس عند رجال الدرك، يعني ما كتعرفش فين توجه البحث ديالك، واش جريمه واش موت عرضي على اثر واحد سقوط مفاجئ من واحد الشجره. هنا بدات الابحاث لتحديد شكون الفرضيه اللي صحيحه، واش القتل ولا راه طاح من فوق الشجره وسميتو. المهم لحقاش هو ما معروفش، حتى واحد ما عرفو. دارت اجراءات ديال التشخيص ديال المعني بالامر، ومنها الرفع ديال البصمات ديالو، كيهزوا ليه البصمات، كاينه فرقه التشخيص القضائي عند الدرك الملكي على مستوى الجهويات ديال الدرك الملكي. تم الاستعانه بهذه الفرقه ديال التشخيص القضائي اللي انتقلت لعين المكان بطلب
خطي من 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 المركز المختص ترابيا وكيجيو جاو وداروا لي بريليفمون. شحال هادي كما كنت قلت لكم شحال هادي كانوا كيداروا هاد القضيه هادي كانت لا مالات جوديسيير عند لي جوندارم او نيفو ديال شاك بريغاد. فهاد لي كريم هادي فهاد لي كريم بحال هادو كتاكسبلواطا هذيك لا مالات جوديسيير. كنت اللي كدير داك اللي مكلف بالبحث هو اللي كيدير رفع البصانات هو اللي كيدير كل شيء. يعني ما عندكش امكانيه ديال الاستعانه ديال شي فرقه. كاين هنا دابا حاليا كاين تطور كاين تطور يعني كتمشي انت غير كتشوف كدير المعاينه ديالك وكاينه فرقه مختصه اللي كتطلب الاستعانه ديالها والتدخل ديالها كينتقلوا لعين المكان. دارت الرفع ديال البصمات بهدف باش نعرفوا هذاك السيد شكون هو سميت باه وسميت امه وسميت الكنيه ديالو منين كاين حاضر ومنين يعني تشخيص ديال داك السيد. دار هاد الاجراءات قبل ما دار هاد الاجراءات تهز السيد مشى للسبيطار مشى للسبيطار لحقاش الحاله الصحيه هي الاولى ملي تهز لحقاش بين كان بين الحياه والموت. يعني ما يمكنش تقلب ولا تسولو ولا تهضر والسيد في غيبوبه كتولي كتقلب على باش تنقذ ليه الحياه ديالو. هي الاولويه ديالك في هذه المسائل هذه. فعلا درك تم التدخل ديال الوقايه المدنيه تم النقل ديال داك الشخص بين الحياه والموت للمستشفى قصدا ودخلوه لسميتو للريانيماسيون البلوك ديال الريانيماسيون فين 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 حطوه لحقاش كانت الحاله ديالو مزريه الحاله الصحيه ديالو كما قلت لكم بين الحياه والموت. ملي مشى تما للسبيطار وتعطاتو اسعافات وتعطاتو وكان في قسم الانعاش تم التدخل ديال دوك الفرقه ديال التشخيص القضائي التابعه للدرك الملكي على مستوى الجهويه. داروا الرفع ديال البصمات بهدف التشخيص كما قلت لكم ديال الهويه ديالو. دارت الاجراءات القانونيه اللي خصها دار درت كامله. من موراها كيوقع بحث. خصك بحث باش تعرف هاد السيد واش تقتل واش طاح بوحدو ومات. يعني خص ابحاث اللي خصها تكتف باش توصل للحقيقه. اول حاجه كانت باش اللي بدا بها البحث هو الاستماع لذاك الحارس ذاك الغارديان ديال 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 ذاك لوزين اللي كان قريب للبلاصه فين تلقات ذاك السيد. الاستماع ديالو كان عطى واحد المعطى قال لك اودي انا ما عرف ما شفتش شنو وقع وما شفتوش ولكن هذيك المنطقه هذيك البلاصه فين لقيتوه معروفه كيترددوا عليها مجموعه ديال واحد الفئه محدده ديال الاشخاص. شكون هما ذوك الناس اللي كيتعطاو السيليسيون هما اللي كيجيو هنايا يجلسوا هنايا. بناء على هذا المعطى درت التحريات باش تعرف في واحد البلده صغيره شكون اللي كيتعطى السيليسيون. تعطات جوج اسماء هما اللي كيترددوا على ديك البلاصه باستمرار ومعروفين بالتعاطي ديالهم للسيليسيون. ملي تم الكشف على الهويه ديال هاد جوج الاشخاص اللي كيتعاطوا السيليسيون ومن خلال واحد التفحص لا سميتو السيره ديالهم واحد فيهم تقريبا مختل عقليا ما يمكنش يدير داك الشيء ولي طات سونتي ديال الحاله ديالو مدقداق الصحه ديالو مدقدقه ما يقد يضرب ما يقد هادي يدي غا في راسو ومهلوك ويعني نالت منه هذيك البليه وما بقى تيشوف حتى حاجه والصحه ديالو متدهوره. يعني واحد الانسان ملي تمات التحريات ما كيخويش واحد البلاصه معروف واحد البلاصه بالليل وبنهار تيجلس فيها هذيك هي بلاصتو. وكاين واحد اخر
تقريبا عنده شي 19 سنة، هذاك شاب البنية الجسمانية ديالو باقا شادة، باقي في مقتبل العمر، هو الثاني اللي كيتعطى لهذا السيليسيون. لذلك تم الاستماع بناء عليه من خلال التحريات، وملي نتجت التحريات بأعلى دوك الأشخاص اللي كيتعطاو لهاد البلية ديال السيليسيون، وما جوج الناس، واحد تحيد من الاحتمال لحقاش السيد تقريبا مسطيت، مشي تهضر معاه ما يعطيك حتى كلمة، ما يعطيك حتى حاجة، واحد باقي في مقتبل العمر، يلا في البداية ديال البلية ديالو، مازال ما شدتش فيه البلية مزيان، ولكن معروف في الأوساط ديال ديك القرية بأن هذاك السيد كيتعطى السيليسيون. بناء عليه ملي عطاه توصل لهذه النتيجة، تقرر البحث على هذاك الشاب اللي كيتعطى السيليسيون باش يتخادوا التصريحات ديالو ويجاوب على ذاك النهار فين كان، وفين واش مع من كان، وفي ديك الوقيته اللي تلقات فيها ذاك السيد مرمي تمايا. من خلال الاستماع ديالو، محضر ديال الاستماع ديالو، قال لك اودي فعلا انا كنتعاطى لسميتو. وخلال الاستماع ديالو ما تحجزش معاه شي حاجه ديال السيليسيون، لحقاش وصلته الخبر راه جدارميه راه تيقلبوا عليك، دبرصه من داك الشيء، لحقاش كان ديما كيهزوا معاه، باش دارت ليه محاضر فهاد الشان. السيد دبرصه من داك الشيء، جا طويل الله بريد، اشنو عندي، اش عندك، اش عندك، اش عندك، اش عندك، اش عندك، اش عندك، اش عندك. قلت انا لا علاقه لي بهاد القضيه، وما عمري مشيت لتما، ما عمري وصلت تما، وما كنعرفش داك السيد. عرضنا عليه الصور، قلت ما كنعرفش داك السيد، ما عمري ما شفتو، راه براني هذا. هاد القضيه هكا كما كتعرفوا الاجراء ديال التشخيص ديال الهويه، اجراء ضروري باش تعرف لحقاش. انطلاقا ملي كتعرف بنادم كتعرف المحيط ديالو، كتعرف مع من تيجلس، مع من صحابو، كتعرف باش تبدا لونكيت ديالك، واش عنده شي عداوات، واش عنده. ولكن ملي ما كتعرفش الهويه ديالو، مجهول عندك، ما كتعرفش فين توجه البحث ديالك. في هذه الحاله كانت القضيه مستعصيه، مادام داك السيد قال لك انا ما شفتو، ما عندي معاه علاقه، ما عندي مع هذاك السيد اللي مضروب، انتقلت ليه الدوريه ديال الدرك الملكي باش يستمعوا ليه. قال لهم الطبيب الحاله الصحيه ديالو ما كتسمحليش، وباقي في غيبوبه، يعني ما عندك شي حاجه باش سميتو، بقات القضيه معلقه. والاجراء ديال التشخيص كيخصو وقت، او موان واحد الشهر ولا على الاقل. علاش؟ لحقاش قاعده البيانات ديال البصمات ما كايناش عند لا جوندارموري، كاينه عند لا بوليس، عند البوليس، عند الشرطه. لحقاش الشرطه هما اللي كيصاوبوا، الجهاز ديال الامن الوطني هو اللي كيصاوب لي كارت ناسيونال، ماشي الجدارمي اللي كتصاوب لي كارت ناسيونال، جهاز الامن الوطني هو اللي كيصاوب لي كارت ناسيونال. يعني كتكون عندهم لا باز دو دوني، قاعدة البيانات ديال كاع البصمات ديال المغاربة اللي صاوبوا لاكارت ناسيونال. جدارمية ملي كيوقع عندها شي مشكل بحال هذا، كدير كتهز دوك البصمات وكدير طلب لإدارة ديال الأمن الوطني، هي اللي عندها قاعدة بيانات ديال المغاربة كاملين اللي مصاوبين لاكارت، باش كيدخلوها في القاعدة البيانات. إلا كان داك السيد مصاوب لاكارت ناسيونال راه كيتعرف، ما كانش مصاوب لاكارت ناسيونال ما كيتعرفش، ما يمكنش تعرفو. هذا الاجراء كما قلت لكم خصو شهر على الاقل، عاد كيوصلك انت في المركز، عاد كيوصلك البحث ديال ديك الطلب ديال التشخيص ديال داك الشخص. بقات التحريات، تم الاستماع لذاك السيد، انفى شكون اللي كيمشي تما، قال لك واحد السيد اخر ذكرو هو تم الاستماع اليه في محضر قانوني، قال لك انا ما تنعرفو، ما عمري شتو، ما
ما عمري هادي وملي كتوريه التصاور ما كاينش ما تيعرفوش كلشي ضارب اليمين. بقات الامور هكا بقى التتبع ديال الحاله الصحيه ديالو مره مره كيمشي للجدارميه عنده السبيطار لعل وعسى يفيق من ديك الغيبوبه ديالو ويعطيهم شي معطى اللي يقدر يعاونهم في هاد القضيه. الا انه شاءت الاقدار بعد تقريبا سيمانه تقريبا بعد سيمانه هذاك السيد توصلنا بمكالمه هاتفيه من المستشفى اللي كان نعس فيه بان هذاك السيد راه مول امانه دام امانته راه وافته المنيه وراه توفى فسميتو توفى على اثر هذيك الجروح وديك الضربات. عنده ضربه واحده اللي كانت عنده في الراس ضربه واحده وضربه باينه بالحجر لحقاش الضربه ديال الحديده الضربه ديال سميتو كتبان الضربه ديال الحجره كتكون مفتحه الضربه ديال العصا كتكون باينه فيها الحجم ديال العصا تكون مطراسيه. هذا عنده ضربه ديال حجره في الراس حجره في الراس يعني واخا هي التشريح الطبي يقول لك راه مات بديك الضربه وسميتو ولكن ما يمكنش يحدد لك التشريح الطبي واش فعل جرمي واش طاح من فوق الشجره وطاح فوق ديك الشجره فوق ديك الحجره يعني التشريح الطبي ما عندوش شي حاجه فاش يفيدك. المهم هذاك اجراء قانوني كيدار في شتى الحالات كيدار خصو يدار ودار ديال التشريح الطبي ملي توفى داك السيد ملي توفى التشريح الطبي ما عطى حتى حاجه. ملي توفى مور الوفاه ديالو تقريبا شي 3 ايام ولا 4 ايام اول حاجه انتبهوا ليها الدراكيين هي خصنا نقلبوا على داك السيد اللي استمعنا ليه فينا هو مادام مات هذا نعاودوا نستمعوا ليه ونعمقوا معاه الابحاث. ملي كيسولوا عليه رجال الدرك تيلقاوه بان غادر المقر ديال المسكن ديالو ديك البلده غادرها مشى ما بقاش تما مما يثير الشكوك. هنا كتولي عندك الشك هاد السيد كان مولف يجلس في البلاد وما تيخرجش من البلاد حتى وقعت هاد الكارثه عاد غيهز راسو خوا من البلاد يعني كاينه شكوك شكوك يعني داك السيد عنده شي حاجه على شرب ما يمكنش هكاك يختفي هكاك ما يبقاش كان انسان كيظهر مبلي بسميتو بالسيليسيون من هذا القنت لهذا القنت حتى بين عشيه وضحاها ملي توفى السيد قبل ما يتوفى اصلا كاع غادر من خلال التحريات قبل الوفاه التاريخ ديال الوفاه ديالو غادر البلده ومشى. هنا ترك عندهم قضيه اخرى خصهم يلقاو البلاصه فين مشى هذا خصهم يلقاوها فين مشى يعني ماذا مهرب يعني كاين عنده دافع علاش هرب. ملي المهم دار التحريات دقيقه في المحيط ديالو في المحيط ديال العائله ديالو تعطى البلاصه فين مشى داك السيد واحد البلده بعيده تقريبا 20 25 كيلومتر على ديك البلده فين وقع فيها المشكل. هنا تكتفات الابحاث ودارت دوريات خصيصا مشات لديك البلده متخفيه في زي مدني بحثا عن داك السيد لحقاش كيعرفوه كانوا يستمعوا ليه في محضر قانوني وتيعرفوه في وجهه وهذه وهذه يعني جدارمي ولاو كيقلبوا عليه ومادام كاينه الملامح ديالو معروفه والصوره ديالو معروفه يعني راه ما كاينش مشكل. كان السوق الاول كانوا كيمشيو السوق الاسبوعي ديال ديك البلده السوق الاسبوعي الاول ما لقاوش السوق الاسبوعي الثاني مشاو تما عاوتاني كيكتفوا الابحاث حتى طاحوا عليه. كانت هنا المفاجاه لقاوه وكانت هنا الكفاءه والنباهه ديال الناس اللي مكلفين بالبحث هذوك الدراكيين اللي شدوه كان واحد منهم الذي احييه من هذا المنبر مجرد ما شدو قال لي اجي نقول لك واحد الحاجه هذاك اللي ضربتيه راه عاود لنا كل شيء واسمي
هو يقول ليه الجواب ديالو مع تضرب بنادم على غفلة ما عارفوش هو واش ميت ولا ما ميتش لحقاش غير تضرب 3 ايام 4 ايام موراها خوال البلاد خاف خوال البلاد وما بقاش عارف الاخبار ديالو واش مات واش ما ماتش واش هادي ما بقاش عارف. ملي قال ليه الجدارمي هاد الهضره قال ليه شوف الشاف انا راه غضربته بغيت تعدى عليا وضربته راه ما كنتش ناوي نقتلو. هنا تفك اللغز تفك اللغز وتم السياقه ديالو جابوا الله بريقاد وتعمق معاه البحث كيفاش وقع لك حتى ضربتيه. قال لي يا ودي تقريبا مع العشرة ولا 9:30 ديال الصباح تلاقيت انا وداك السيد كاملين هو راه براني كيجي كيخدم هنا في الضيعات الفلاحيه وراه ساكن مع شي ناس من 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 سميتو ساكن مع شي ناس من بلادو ساكن معاهم ها فين ساكن معاهم وفين ساكن معاهم راه في واحد تشابوله تيعيشوا تمايا وتيخدموا على راسهم يعني ناس كيخدموا الجورني الجورني ديال النهار ديالهم هما غرباء جايين من منطقه اخرى. قال ليه طلب مني باش نمشي معاه مشيت معاه عطاني 20 درهم بغى يمارس عليا الشذوذ الجنسي ديالو. قال لهم انا هنا ما قبلتش باش يدير ولكن خصني حيله باش نتسلى منه. اش دار ملي عطاه ديك 20 درهم قال له نعطيك 20 درهم وغادي نمارس عليك الجنس. قال لي واخا الاخر ما قاوموش قال لي واخا قال هذيك 20 درهم قال لي غادي نمشي نجيب شي كوار رويات وغادي نرجع. جاب الكوار رويات رجع كان السيد جالس متكي على الشجره الاخر ملي جاب الكوار رويات جا مخطط وخدا واحد القرار باش يتخلص منه قاش خاف من البطش ديالو. واش دار ليه جا عنده غفلو هز واحد الحجره كانت حداه هذيك الحجره اللي تحجزات اللي هي اداه الجريمه اللي تلقى فيها الدم النهار اللي لقاوه فيه في خلال العمليه ديال المعاينه ملي تعلموا كانت واحد الحجره حداه مطليه بالدم تما. قال لي هز ديك الحجره كانت حداه ونعطيها للراس وهربت. هادشي اللي قسم الله ملي تعرف عطى دوك المعطيات وعطى الناس معاه من ساكن تم الاستدعاء ديال دوك الناس جاو تعرضت عليهم الجثة ديال السيد تعرفوا عليه قال لك راه ولد بلادنا وعطاو الاسم ديالو وعطاو المسائل ديالو وتشخصات الهوية ديالو قبل ما تجي النتيجة ديال الطلب ديال التشخيص اللي دار المصالح المصالح العليا على مستوى القيادة العليا. يعني قبل ما تجي النتيجة جاو الناس شافوه اللي كانوا ساكنين معاه واللي هاجروا معاه لديك البلدة باش يقلبوا سولناهم واش كيتعاطى قال لك واه راه كان بليب سيليسيون مرة مرة كيخدم مويا ويم كيجيب 70 درهم ديالو 100 درهم ديالو كيشري المحيا والبلية ديالو هادشي علاش خدام السيد غام هادشي اللي وقع. ايفيكتيفمون تشخصات الهوية ديال السيد تحدد القاتل قال لك كيفاش ضربته واش من بلاصه وهذه يعني تعرفات جميع الاطوار والحيتيات والظروف ديال الجريمه وبفضل النباهه وديال الاحترافيه ديال الناس اللي كانوا مكلفين بسميتو بالبحث تم التوصل لسميتو الجاني بعد ما قالوا ليه راه قال لينا راه هضر معانا راه قال لينا راه ما ماتش هاش وقع هاش وقع هاش وقع السيد ما لقى على ما كنتش ناوي هاش وقع ليا يعني واعترف تلقائيا ومبدار محضر ملي دار محضر موراه دارت اجراءات قانونيه اللي خصها استماع اليه اعترف بالجرم جمله وتفصيله وصنف هو بان ذاك الاعتداء ديالو كان في اطار شرعي يعني كان تيدافع على الشرف ديالو ولكن قانونيا ما عندوش كيفاش يثبتوا بان ذاك السيد راه طلب منه هذه يمارس عليه الشذوذ ما كاينش باش يثبتوا. دارت المسطره كما يجب وطرقات على حقها وطريقها تخبزات ديك الخبيزه مشات لديك المسطره للمحكمه تحال السيد على الوكيل السيد الوكيل العام بعد الاستنطاق ديالو حالو على قاضي التحقيق الذي قرر الايداع ديالو
بالسجن والمتابعه ديالو من اجل القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، لانه كانت عنده ملي شد كما تيقول شد 20 درهم على اساس هذاك السيد يمارس عليه. قال لك انا ما بغيتش نقول ليه تما، ما بغيتش نقول ليه لا، غادي يتعدى عليا. يعني دار خطه، قال لي عطيني نجيب كوار ونرجع، ومشى عفوا ومشى. ملي مشى قرر دار الخطه ديالو، يعني كاين سبق اصرار وترصد، دار الخطه ديالو، دار المسائل ديالو، ومشى السيد كتحكم، وكان صدر الحكم بعد ان راجع الملف ديالو في امام القضاء، صدر الحكم في الحق ديالو، وكان الحكم قاسي 25 سنه سجنا نافذا. هكا على بنادم التهور وعلى السلوكيات اللي ما كيضبطهاش بنادم، وعلى البليه اللي ما كيضبطهاش بنادم، فين كتولي حتى كيولي بنادم مسائل اللي هي كبيره، وتيولي في قتل العمد، وكيولي السبب هذا الشيء كامل والسيليسيون هو سميتو. يعني بهذه المناسبه كناشد الناس باش يعرفوا واش كيديروا، وهاد البليات ما عنده ما يدير بهم، لحقاش غادي تجروا واحد النهار لشيطامه اللي غادي يطيح فيها وما غاديش يكون فيها الحل. وفي الختام كنشكركم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعه ديالكم، وغادي كنوعدكم بانني ساجدد اللقاء بكم في حلقات اخرى ان شاء الله.